أنا حرة حرة عربية، أنا حرة حرة كردية، أنا بنت الكل حر ببلادي، أنا مشعل مشعل حرية، أنا حرة. أحب الغناء لأنه هي موهبتي من صغري، وأنا حاليا يعني عم أنميها وعم أطورها. هذا حبي للغناء سبب يعني، وبالحالات يعني إنه أكون بالبيت أكون يعني متضايقة، وهيك أروح أغني أفرغ الطاقة السلبية وأرجع يعني على طبيعتي. مثلا ما أكون بالمعهد أنا وصديقاتي يكون عندنا فراغ، أروح أغني، أجي عن مركز الهلال يعني حتى إذا مو معي حدا، أجي يعني أدرب نفسي لحالي يعني. أنا بدأت مسيرتي الفنية عام 2020، دخلت المركز الثقافي أول شيء، كان لي عدة مهرجانات يعني عدة مشاركات في المركز الثقافي، بعدين افتتح مركز الهلال الذهبي، فأجيت على مركز الهلال الذهبي وشاركت بعدة مهرجانات. كانت ردة فعلهم يعني إنه أول مرة أطلع فيها، كانت يعني متفاجئين بصوتي يعني، يعني إنه يعني رغم عمري صوتي شو اسمه جميل وصوتي حلو، وعجبهم صوتي للجمهور. فيعني حبوني، وزاد الجمهور لهم تشجيع، زاد شجعوني على إني أكمل موهبتي الفنية. أول مرة يعني طلعت كنت متلبكة يعني ومتوترة، بس يعني مع كثرة إني أطلع على المسرح يعني شوي شوي صارت عادي يعني، ما عندي أي مشكلة. بس بالأول كانت في توتر شوي، بس مع ممارستها ما ظل أي مشكلة. الأغاني اللي أغنيها فراتية فلكلورية يعني وشعبية، وبغني اللون الكردي زاد. شاركت بأغاني يوم المرأة العالمي، ألفهم أغاني، فأغاني عن المرأة، فأنا حبيت أن أغنيها بصوتي، أغنيها بصوتي هي الأغنية تقول أنا حرة حرة عربية، أنا حرة حرة كردية. يعني الأغنية هاي تدل أنه عن المرأة قوية مثابرة، حبيت أنه أغني هاي الأغنية بصوتي حتى أوصل للعالم إنه المرأة هي حرة، هي المقاومة، هي الإرادة، المرأة حرة، المرأة قوية. يلبق صوتي صوت اللون الفراتي هو اللي يلبق صوتي. شاركنا فعاليات ومهرجانات وفعاليات ثورية ومهرجانات ثورية، واستلمنا جائزة إحنا كفرقة لين جودي على تقديمنا لفعاليات ومشاركتنا بالفعاليات، وأشارك بفرق ثانية يعني فرقة مركزية وعلى مستوى المنطقة وعلى مستوى الشمال وشرق سوريا. جيانة هاي هاي برخدان جيانة سرخدان جيانة برخدان جيانة سرخدان جيانة. يعني إذا نطلع بها طبقة جواب، أعطيني الجواب يعني حاولوا انه مثلا اطالع سرخدان سرهلدان هي سرهلدان سرهلدان. انا بنت الكل حر ببلادي، انا مشعل مشعل حرية، انا حرة حرة عربية، انا حرة حرة كردية، أنا بنت الكل حر ببلادي، أنا مشعل مشعل حرية. كم صوروا أفندي ما بري، كم صوروا أفندي ما غلام جابر أشبالي أشقاك أجكا قنديما. أول بدايتي واجهت صعوبات، بس بعدين يعني شوي شوي تخطيت هاي المرحلة. بس الصعوبات اللي واجهها حاليا هي انه انظم بين وقت دراستي ووقت ممارسه الموهبه. يعني الوقت يعني الصعوبه الاقيها بس بالوقت بين الدراسه وبين الموهبه. من العالم انه بنت يعني وتطلع وتغني، بس يعني أنا مع أبوي يعني هو اللي شجعني، فأبوي معي فما اهتميت يعني الكلام المجتمع. وشوي شوي يعني تعود من المجتمع أنه أنا يعني ما أهتم يعني الكلام الناس،
بديت مسيرتي يعني تشجعت أكثر وأكثر. بعد الحروب تغير الأحوال باتجاه المرأة، يعني صارت المرأة تمثل ذاتها، صارت المرأة تشارك فعاليات، صارت المرأة إلها بصمة بالمجتمع، لأنه الإدارة الذاتية عم تدعم المرأة وتولي يعني تمام للمرأة، وخاصة الثقافي، لأنه الثقافي لأنه يساعدها على تطوير نفسها وعلى تشجيعها. فجانب الثقافي هو رابط بين يعني رابط قوي بين للمرأة، لأنه يساعدها على التطور من نفسها وعلى ثبت ذاتها وعلى مشاركة. رسالتي إنه كل بنت عندها موهبة وعندها صوت جميل، إنه تنضم للمراكز، أي مركز يعني، وما يهمها حكي المجتمع يعني، وتطور من نفسها. يا شهيد بكل بسالة عارك الموت الزوامي، وعلم الدنيا الشهادة، هي خلود بمعنى سامي، وعلم الدنيا الشهامة، ويدري بغلاته ما لقى بحالاته، يا يما بين العرباني، هاي بين العرباني، هاي ويا الاسمار اللون ويا الاسماراني. بتشيرك قولوا